ما هو مرض الهربس؟ يعتبر مرض الهربس أو الأشيس بي على أنه عبارة عن التقرحات والالتهابات التي تصيب المناطق ما حول الفم والأنف بالإضافة إلى الأجهزة التناسلية ومنطقة الردفين، ويمكن أن تظهر في أي مكان في الجسم من الجلد. ومرض الهربس هو مرض مؤلم لأن تلك التقرحات والحبوب على الأغلب تكون مؤلمة وبشعة الشكل، وممكنة لهذه البثور أن تعود في أي وقت ممكن. أنواع مرض الهربس: أولا، مرض الهربس الفموي، والذي يظهر على منطقة الفم، هو عبارة عن ظهور حبوب تكون معبأة بالسوائل والقروح والالتهابات والتي تتشكل حول منطقة الفم والوجه، ولكن نسبة العدوى بها قليلة. والهربس الفموي يوجد له نوعان من العدوى: العدوى الأولية والثانية، العدوى المتكررة. بعض الأشخاص يصابون بهذه العدوى عندما يتعرضون للفيروس، إلا أن ما نسبته 10% منهم تظهر الأعراض عليهم بشكل قروح وحبوب. هذه القروح والحبوب هي العدوى الأولية، وتظهر على المصاب بعد من يومين إلى 20 يوما بعد الاحتكاك بشخص مصاب بالفيروس. ثانيا، مرض الهربس الجنسي. يظهر هذا النوع من المرض بعد 2 إلى 20 يوما بعدما يتم احتكاك مع الشخص المصاب، وتظهر أعراض الهربس الجنسي على منطقة الردفين والقضيب عند الرجل والجهاز التناسلي عند المرأة بالإضافة إلى عنق الرحم. وينتقل الهربس الجنسي من خلال العلاقات الجنسية، ومن أعراضه ظهور الطفح الجلدي والشعور بالحكة والتقرح الجلدي والحمى وألم في العضلات وقرحة عند التبول. والهربس الجنسي يشبه الهربس الفموي من حيث أماكن الظهور والنوبات التي تتكرر. علاجات مرض الهربس: يتم العلاج من خلال إعطاء المريض بعض الأدوية التي تكون عن طريق الفم، مثل دواء اسمه أسيكلوفير وعقار اسمه فامسيكلوفير، إضافة إلى الذي اسمه فالاسيكلوفير.